بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة كنت في زيارة لمدينة بني عبيد، ولما جيت بني عبيد قررت أن أزور قبر المرحوم الراحل الدكتور هرماس رضوان. فأنا نسقت مع أخويا وحبيبي الأستاذ محمد أن احنا نيجي نزور له. فالأستاذ محمد صمم، أنا مش عارف الطريق، هو جه معايا وعرفني الطريق، وبقول له اهلا بك يا استاذ محمد في وجهه نظر مع سامح فوزي. اهلا وسهلا بالاعلام القدير الاستاذ سامح فوزي، الاخ الاكبر، الاخ الفاضل. اقول لسيادتك شرفت ونورت مركز ومدينه بني عبيد، وشرف لينا كلنا اللي احنا تعلمنا وتربينا في مدرسه الرمز والتاريخ الوزير الراحل الدكتور هرماس رضوان. ذكرياتك يا استاذ محمد مع الدكتور هرماس رضوان؟ والله لو تحدثنا عن الدكتور هرماس رضوان لا تكفيه صحف وايام وشهور بل وسنوات. النائب اللي عايز يشتغل حاليا في مصر يخلي له قائد اعلى، مثل اعلى للدكتور هرماس رضوان. بجد الدكتور هرماس رضوان الله يرحمه عمل اللي محدش عمله، ولو مصر انجبت كل يوم عمرها ما هتهم جبتهم هرماس رضوان. هرماس رضوان يا استاذ محمد الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته، خلى بني عبيد حاجه تانية. بني عبيد كقريه اصبحت بني عبيد مركز ومدينه. عمل الاستاد في بني عبيد، المحكمه في بني عبيد، البنك في بني عبيد، مركز الشرطه في بني عبيد. يعني بني عبيد اصبحت مركز ومدينه، ومش مركز ومدينه عاديه. يعني استاد بني عبيد مش موجود في اي في مراكز كتير وفي مدن كتير. الدكتور هرماس رضوان الله يرحمه عمل مدارس ابتدائي واعدادي وثانوي، ومدرسة الثانوية الفنية الصناعية المشتركة العسكرية بالصلاحات، ومدرسة بني عبيد الزراعية الوقت حاليا تسمت باسم مدرسة الدكتور هرماس رضوان الثانوية الزراعية. عمل مساجد كتير الله يرحمه، عمل مركز شرطة، عمل استاد دولي وقصر ثقافي، وقصر ثقافي في بني عبيد، خدت بالك؟ وفي هنا جميع المصالح موجوده، في هنا بنك مصر والبنك الاهلي، خدت بالك سيادتك؟ وكان شرف لينا اللي احنا استضفنا في عام الاعوام نادي الزمالك، وكان شرف لينا اللي احنا قالوا الفلاحين غلبوا الزمالك بكابتن مصر كابتن بني عبيد السيد المندوه لما جاب 1-0 في الزمالك. كانت الزمالك فعلا كانت سنه مصر كلها تتحدث عنها. واخر انجازات الدكتور هرماس رضوان الله يرحمه الشهر اللي فات ده شرفنا وزير العدل بافتتاح المحكمه بتاعت بني عبيد. المحكمه ما شاء الله جزء لا يتجزا عن المحكمه الرئيسيه في المنصوره. اجمل ما في هرماس رضوان يا استاذ محمد ان الراحل ما كانش نائب لبني عبيد، كان نائب للاهليه كلها. كان اي واحد في اي بلد عنده مشكله كان بيروح للدكتور هرماس رضوان، كانت مشكلته بتتحل. الوقت النواب الموجودين دلوقتي الناس كلها بتستغيث بالنواب، وودن من طين وودن من عجين زي ما بيقولوا، وكل واحد يقول لك لا اصل مش في دايرتي، اصل إيه؟ علشان كده سموا الراحل يعني نائب البسطاء وحبيب طبعاً. الفقراء. انا دخلت في يوم من الايام استاد بني عبيد الرياضي، لقيت الدكتور هرماس الله يرحمه متواجد ومعاه ناس قاعدين. بقول له يا دكتور سؤال، الناس دي منين؟ قال لي من الشرقيه. مش الشرقيه وجايين بس للدكتور هرماس. بس سيادتك ما عدتش نائب، لو كان ما كانش نائب كان خلاص يعني كان ساب الحصانه وساب. كان الدكتور مصر. قال لي طول ما انا موجود على وجه الارض بيتي ومكتبي وكل شيء وكان موجود، وكان بيخدم يا استاذ محمد كياني كله لمحافظات مصر جميعا. كان بيخدم يا استاذ محمد بعد ما ساب النائب اكتر من الاول، اكتر ما كان نائب. خدت بالك؟ وكان عارف هيقول ايه والمين، والكلمه تطلع بحساب والخطوه بحساب، وكان ربنا واقف معاه في كل خطوه بيخطيها، لانه كان بيسمع شتمته بودنه وكان بيسامح. احنا شايفين دلوقتي يا استاذ محمد ان بنته الدكتوره ولاء هرماس رضوان ما شاء الله ما شاء الله عامله عمل خير حلو وجمعيات الدكتوره ولاء مشيت على نفس نهج الدكتور هرماس في الاعمال الخيريه والاعمال العامه، اللي مش حاليا برضه في نفس الخط اللي بتاع الدكتور هرماس. النائب بتاعنا الدكتور مكرم يبسل وزاره بصراحه. الدكتور مكرم ماشي على
اصلي من 5 ايام مش من بعيد ولا حاجه. انا كنت مع اخ فاضل ليا من ذوي حياه خاصه بنشتري سياره من استثمار بورسعيد. واحنا داخلين الاستثمار سياده الرائد وقف السياره بيقول له رخصك. قلت له اتفضل رخصك. سيادتك منين؟ قلت له شرف ليا اللي انا من مركز ومدينه بني عبيد. قال له شرف لنا كلنا الله يرحمه معالي الوزير الدكتور هماس اطوار. قلت له سيادتك منين يا سياده الرائد؟ قال انا في دمياط بس كان له بصمات في حياتي، وطالما ذكرت مركز بني عبيد يبقى احنا نشيل جزمتكم على دماغنا عشان الراحه. اتحكى قدام قصه يا استاذ محمد، في واحد جاي من السفر ونادي المطار القاهره، الجماعه بيفتشوه عشان الوزن اللي معاه. تمام. فوزنه زايد فبيبص في جواز السفر لقى بني عبيد. قال له اقسم بالله ما مندفعك ولا جنيه اكراما لروح الفقيد الدكتور المصري الرابع. فسيرته العطره موجودة في كل مكان، زي ما بيقولوا ده حبيب البسطاء. ما كانش بيخدم الناس الاغنياء بس، كان بيخدم الفقير قبل الغني. والله يا استاذ سامح في جميع محافظات مصر الحمد لله، انا بلف الجمهوريه كلها مصر كتير، وكل ما اطلع مكان اقول له مركز بني عبيد بيتذكرني بالدكتور الناس الفاضل. قال لهم لا الدرجه دي هو مسمع في جميع محافظات مصر. احنا اول ما دخلنا يا استاذ محمد قرينا الفاتحه لدكتور الناس الله يرحمه. فانا بدعوك وبدعو كل الساده المشاهدين ان هم يقروا الفاتحه للدكتور هرمس رضوان، فاتحه ان ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته مع الانبياء والصديقين وحسن اولياء وكرامته. الفاتحه بسم الله. بشكر استاذ سامح اللي شرفني النهارده في مركز ومدينه بني عبيد. انا سعيد ان انا معاك يا استاذ محمد. وبهذه المناسبه انا بشكر القائد العام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي باهتمامه بذول الاحتياجات الخاصة، اللي أنا شرف ليا إن أنا أمين عام ذول الاحتياجات الخاصة لحزب مستقبل وطن بد أهلية، وأمين عام لحراس مصر احتياجات خاصة. وبقول له سيادة الرئيس إحنا بنشكرك لأن إحنا كنا مهمشين. وبصراحة بصراحة بشكر الدكتور أشرف صبحي معالي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ايمن مختار محافظ الاهليه، كان في احتفال قريب، والاستاذ علاء الشربيني وكيل وزاره الشباب والرياض بالاهليه، اهتمامهم بذول الاحتياجات الخاصه. كان في احتفال قريب يا استاذ محمد في الصاله المغطاه، حضروا معالي الوزير. كان في احتفال في الصاله المغطاه في المنصوره، وبعدها بيومين كان في احتفال كبير للاحتياجات الخاصه في مركز ومدينه سيدي الدوين، مسمع على مستوى الجمهوريه. بجد معالي وكيل وزاره الشباب والرياضه استاذ علاء الشربيني اتفضل مشكورا، ومعالي الوزير والقائد العام للقوات المسلحه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بنقول لهم احنا كنا مهمشين، وانتم بصراحه احييتوا فينا الروح. قلتوا انتم موجودين على الساحه عبروا عن رايكم، انتوا قد التحدي. وبنقول لك يا ريس سير على بركه الله، واحنا معاك واحنا قد التحدي. اشكرك شرفتنا سامح بايه، فرصه سعيده جدا ونورت وشرفت مركز بلاد بن عبيد.